حد بداكم الطوالة تبقى لازم أسمع منك اليوم في الختام لازم أسمع منك فيها في كم بيت الجمال بندر ما أسمعك يا طوالة أقول في كم بيت الجمال بندر أسلم يقول الرفيد اللي يصب القصايد صب لول لا يعينك لا التهليل ولا سبحنا رحلتي من وقت الإقلاع إلى وقت النزول كلها صح الله لساني وصح بدنا وصل لندن نتبع الناس ونصول ونجول في الشوارع والحدايق وكل الأمكنة وكل ما قالت لي النادلة تشرب كحول قلت كحل عيونك السود مغنيني أنا معزول عن الجماعة ولاني بمعزول عن عيون اللي ما ياخذه نوم ولا سنة ما ضربنا شاسعات الأراضي عرض طول غير نبغي نطرد الحلم حتى نمكنة يا مكبر طموحي ويا صعب الوصول لذتي تحقيق الأحلام غير الممكنة إن عسفت أدور النافرات من الخيول وإن كتبت أتعب على البيت كني بسكنة ليه مشقى في القصايد ومشقى في الفعول ودك الإنسان يفعل من الشيء أحسن في حديث قالته عائشة عن الرسول بعضهم ضعف والبعض الآخر حسنة قالت عليه السلام إنه يقول الله يحب إن عملنا عمل أن نتقنه يا ذوات الأعين اللي لها فعل المهول أنا قلبي كل ما مره الظبي افتنى ودي أعلق على الصدر ممنوع الدخول من قلبي من دخل فيه ما يطلع منه ودي أسمع كل الأعداء عني وش تقول وانتظرهم لين يقضون وأقول يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ودي أسمع كل الأعداء عني وش تقول وانتظرهم لين يقضون وأقول العنا ابتلشنا بالكلام الكثير وبالخبول الله من قصر الأيادي وطول الألسنة سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام صح الله لسانه وصح نقلك جمال مبدع جدا ولا عليكم زود أنا سمحت عندي قصيدة حزينة يمكن أقولها سم هذه قصيدة أنا قد ذكرتها وبعيدها للشاعر الكبير بندر بن ترك الدويش نبيها صوت في واحدة ثانية صوت لكن هذه يلقيها الشاعر بندر بن ترك الدويش نعم. يقول نعم استاهل عليكم زود يقول يا غربة الروح ما للمغترب منك إياب الله متاهة وسطها الرحال مثل المقيم ودي لو اني بعيد امارس الاغتراب ولا تعاملني الدنيا معامله غريم خرجت من بطن حوت وجيت مرقب عقاب تحي صوابه معدينه هبوبه النسيم جيته وانا الشاعر اللي لا تعلاه جاب نوادر ما يضويه خياله الغشيم اللي لو انه قرا له في حياته كتاب ما عاد ردد على الاسماء يا عنق ريم عذالي اللي تقولون اني اطرد سراب تبل لكم كل ابوكم اذهبوا للجحيم لو تلطف وعاملكم بلين الجنان ما فيكم اللي بيصبح لي ولي حميم في الشرع لا يقتل العاشق ولا يستتاب خلوني أسعى على وجه البسيطة وهيم محتاج أعيش الحياة بدون ما أحسب حساب راضي ما يكتبه ربي وربي كريم متفائل بشكل ما يوصف وحث ركاب لو انفى الصدر نارا كأنها في هشيم أزكي الضحكة اللي ما تكمل نصاب أضحك على شام ما يضحك علي إلا إيم صبرت والصبر مر وقطعت من عذاب ولا تجزعت من صبري ولا قلت ضيم ريامة العود صبري معك ما له ثواب سمعي كساه الجفاف وهمسة شفاك ديم لا طاب وصلك ولا الخاطر من الوصل طاب كم لي وأنا آقف على جالك وعود امحي من جيت صح خطاك اللي نشوفه صواب للمستقيم عوج ولا العوج يستقيم كم واحد يدري ان الغيم بعض من السحاب ولا درم من بعض السحب مهيب غيم ريامة العود صبري معك ايها قبلة الروح كان افاض طيش الشباب جبينا له نهار من الزمان القديم اللي اتذكرتي ان الله شديد العقاب وش يمنعك تذكرين ان غفورنا رحيم حنيتك من العتب يوم من بعض العتاب اقطع من السيف واصدق من دموع اليتيم هديت لك ورد وهديتني اخطر صواب ما حد قدر من الورد غير انت وعبد الحليم شكرا على ما مضى لي معك حتى الغياب انت غيابك صلى على الناس شاعر عظيم الله 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 شاعر عظيم يا سلام سلم صح نقلك وصح لسانك صح اذنك يا وعيد نسمع منك يا وازع على خشمي يا وعيد تسلم وازعيات لا عليك نبغى شيء فقرة الختامية يا اخي ما نسمع وازعيات مصيب لازم يلا بس نتمنى انها تكون في صاله التميز اي مالك هنا هم يحولنا حوالينا ما هي بعيده اي على طول اي يقول في صاله التميز يوم جينا جميع الله وجاء معنا ضيف شرف ومرحبا به اليوم ختاميه لصاله التميز يا صعبها والله من ليله وصعبها من صاله فرقه ابو عيد
والله العظيم ما يصير. ما يصير فرقة بعيد ما يصير. والله ما يصير. صح لسانك. ما والله ما يصير. أي الله. بحر وازعيات بأمانة ما يصير. ما يصير. صراحة. ما يصير بعيد. هذا البحر ولا بلد. فرقك بعيد ما يصير يا أخوي. ما يصير. والله ما يصير. أبو شبيب. سمعنا من أبو مسفر. خلاص. نسمع منك. تسمع مني طال عمرك. يقول البارحة هاضت علي بعض الأبيات. الله. ثم تشفير 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 وغارت علي غارة وغارة وغارات وتجمعت ما عاد فيها طلابه ولازان جوي لين شفت البهوات اللي يحلون الصعاب برحابة أمثال من هو يعتزي في المهمات اللي على الخوة عزيز اللي على الخوة أنتم الله السعد اللي على الخوة عزيز جنابه حبيت أمجد صاحبي في العبارات وهذه المشاعر ترجمتها الكتابة. يا الله يا سلام سلم